في اليوم العالمي للاجئين يبحث حسن عن وسيلة للخروج من بلاد لجأ إليها ظناً منه أنها ستقدم له فرصاً للحياة أفضل من تلك التي في بلاده. تفاجأ حسن أن الوضع في اليمن لا يقل مأساوية عن الوضع الذي عاشه قبل في الصومال، ليفكر برحلة لجوء ثانية، لكن دون أن يعرف إلى أين، فقط يريد الخروج. أشي أخرج من البلاد هذا؟ أشي أخرج؟ أنا ومرتي وابننا أشي نعيش مكان سوا زي ما الناس يا أخي، ما أشي شي ثاني، عند أي تاجر يا أخي بشتغل له. 100,000 لاجئ إفريقي سنويا يضعون اليمن صوب أعينهم كوجهة أولية لسهولة الوصول إليها بحرا، يحملون أمتعتهم وآمالا في الحصول على حياة أقل وطأة. 6 سنوات من الحرب كانت كافية للتضييق على هؤلاء اللاجئين كما فعلت مع سكان البلاد، فمع انقسامها بين أطراف عدة شمالا وجنوبا بات الأمر أكثر صعوبة أمام اللاجئين الأفارقة في الحصول على مساعدات إنسانية، إذ يعتمد 80% من سكان اليمن على المساعدات. فيروس كورونا زاد الطين بلة في طريق اللاجئين، خصوصا مع إعلان ميليشيا الحوثي في صنعاء أول حالة إصابة للاجئ صومالي الجنسية، ما جعل المجتمع ينظر لجميع الصوماليين بنظرة عنصرية. وبحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإنه يتم نقل المهاجرين قسراً خارج المناطق الحضرية إلى أماكن يصعب الوصول إليها، وقد تم نقل أكثر من 1300 شخص من شمال اليمن إلى جنوبه منذ أواخر إبريل. كان التوتر بين اليمنيين ومجتمعات اللاجئين والمهاجرين حول الموارد الشحيحة في البلاد في أدنى مستوياته، لكن هذا التوتر زاد حدة مع تفاقم المصاعب، إذ ينزح داخلياً 1 من بين كل 8 يمنيين بسبب الصراع المستمر منذ 6 سنوات.